والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ظام قضى بحد الغرار. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار. حقا لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري. لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبار. تأطئ الروس تأطئ الروس إن رأس حسين رفعته فوق القنا الخطار. هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على أكواري. ولعليل هل تفتته يجاذب ونين، نادت الحادي عز مسوق الضعين. وجثة أبوك على الثرى ظلت رهينة، متحيرة نمصوب عز المظلوم فيه. حنو جرى دمعة وتحسر زي العباد وقالها شعبتيني يا عمة والألم زاد. نصبي على أخوانك عزب مجلس ابن زياد، عد من يا عمة بعد أبويا الحال تشكي. شبيدي يا عمة وتشتكين الحال عندي، نهبوا فراشي وتربوا بالقاع خدي. للهضم والذلة يا محزونة استعدي، كل هالعذاب أهوان من دخول الدياوي. ولكن الحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون. ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم محمد. عنوان حديثي هذه الليلة هو التفسير التربوي للقرآن الكريم، وأحاول أن أتناول هذا العنوان في محورين. الأول حول معنى التربية ومفهومها وأقسامها، والمحور الثاني حول معالم التفسير التربوي للقرآن الكريم الذي هو عنوان البحث. طبعا بالنسبة للتربية، التربية بحسب اللغة مأخوذة من ربى الشيء يربو، يعني زاد زيادة، تربية بمعنى زيادة بمعنى تنمية. وهذا أمر واضح، يعني نحن لما نربي أبناءنا يعني أننا نزيدهم، نزيد في هذا الولد علما، نزيد فيه أخلاقا، نزيد فيه دينا وما إلى ذلك، يعني نزيده في كل جانب من جوانب الكمال، كل جانب من جوانب السمو والرفعة. فإذا على مستوى اللغوي هي الزيادة تنمية. على مستوى الاصطلاحي، المختصون عندهم كثير من التعاريف، يعني الأخوة إذا يرغبون في البحث الآن سهولة تعطي محرك البحث أيا كان جوجل أو غيره، تعطي تعريف التربية ويزودك بعشرات إن لم تكن مئات التعريفات. لأنه في الحقيقة التعريف اللي يستهويني إلى حد كبير هو هذا التعريف، أن عملية التربية هي عبارة عن عملية تكيف أو تكييف بين هذا الإنسان كائن الإنساني وبين بيئته الطبيعية والمجتمعية. يعني هذا بالنتيجة الإنسان يعيش في هاتين البيئتين، هم بيئة طبيعية أرض وسماء وبحار وأنهار وغابات وما إلى ذلك، وكذلك بيئة اجتماعية أسرة عشيرة قبيلة قرية مدينة دولة عالم وهكذا قارة. زين، وظيفة التربية ما هي؟ وظيفة التربية أن توجد تكيف بين هذا الفرد وبين هاتين البيئتين. شلون يتعامل هي البيئة الطبيعية وشلون يتعامل هي البيئة الإنسانية؟ طبيعي جدا، يعني هذا التعامل سوف يكون وفق قانون، وفق نظام. هذا النظام قد يكون نظام إلهي لاحظوا، بالتالي أيضا يعني الإنسان سوف يكون متكيفا في التعامل مع المنظم، مع الله تبارك وتعالى. إذا كان المنظم هو الشرع والسماء، ومع المشرع الدنيوي البشري إذا كان أرضي. خلني أوضح التعريف بشكل أكثر. يعني مثلا هذا الإنسان شلون يتعامل ويا البحار كبيئة طبيعية، يسيطر على البحار كلها ويحرم الناس منها حتى لا يتمكنوا أن يبحروا، فضلا عن أن يسترزقوا ما يقدرون يبحرون. كل هالسواحل تصبح لشخص لنزوة ولشهوة، تصبح السواحل كلها لشخص. زين، هذا سوء تربية طبيعي جدا، طبيعي جدا، لأن التربية تريد أن تكيف هذا الشخص حتى يتعامل تعامل منصف مع هذه الطبيعة، مع هذه البيئة.
زين كيف يتعامل مع الأرض؟ يسيطر على 80% منها وينازع الناس في 20% الأخرى؟ لولا يفترض أنه إذا صارت عنده سلطة يدافع عن أراضي الآخرين، يدافع عن حقوق الآخرين، يدافع عن سواحلهم، يدافع عن طبيعتهم. الله يفرج عن أخونا الشيخ محمد حبيب المقداد، الله يفرج عنا ويفرج عن جميع معتقلين، جميع المسجونين ظلما وعدوانا. يقول يعني من التوفيقات أن الحوت اللي ابتلع يونس ما مر البحرين، لأنه وين يخلي يونس؟ كلها أراضي المتنفذين، كل ما يريد مثلا يخلي يونس على أرض من الأراضي يقول له هذه أرض المتنفذ، مو الأراضي والسواحل ما يقدر يقربها، السواحل بيعت والبحار بيعت زين. فإذا التربية يعني واحد من أهدافها أنها توجد تكيف أو تكييف، يعني الواحد هو يربي نفسه يكيفها. تكيف تفرض عليه أمور، لا يعني حينما يكون هناك عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم كما هو الحال بالدول الأوروبية، نحن لا نؤمن به تمام الإيمان لكن شيء أحسن من شيء، لا يتمكن الحاكم، يحاكم الحاكم يا أخي، وقف هذا أوباما يريدون يحاكمون، وكلينتون في وقت ما حوكم، وكثير من وهؤلاء الرؤساء الإسرائيليون والوزراء والقواد الإسرائيليون يحاكمون. زين، فالتربية وظيفتها هذه أنه توجد حالة من التكيف بين هذا الإنسان وبين البيئة الطبيعية. يعني مثلا الآن شوف هذا التدمير اللي قاعد الإنسان يسويه في البيئة، تدمير المخلفات النووية، شنو يسوي إلى ما أدري إلى ملايين السنين يقولون تبقى آثار، غير الحروب، تدمير الغابات، تدمير البحار، حتى هنا تدمير البحار طبعا هني واحد يعني من الآثار الخطيرة جدا لتدمير البحر، تدمير العيون باعتبار أنه العيون لها منابع من البحر، دمرت العيون، دمرت الزراعة. يا أخي عندك أنت بر يسع البلد بفردا فردا، لو تعطي كل واحد قطعة أرضهم يسعوها، مو تجيب لي يعني حثالات المجتمعات تجيبهم وتقحمهم هنا وتريد أن إجمالا. فهذه يعني الحالة أقول اللي هي التدمير، التدمير طبعا أنت إذا تفتح ملف في الجريمة بعد هذا ملف يندى له الجبين، وإحنا نعرف ما أدري يعني يمكن فاصلة كذا 0% من جرائمهم، وإلا جرائمهم لا تؤكل لأن كلهم مشتركين في الجريمة. يعني أنت تشوف مثلا أفرض الأمين العام للأمم المتحدة هذا مشترك في الجرائم، بعض الملفات السرية تكشف أنه مشترك في الجرائم، كوفي عنان مثلا ذاك وهذا الآن موجود مشتركون في الجريمة. زين، فأقول التربية توجد هالحالة هذه من التكييف، أنه البيئة يكون تتعامل إياها تعامل منصف تحافظ عليها، هذه الغابات، هذه الثروات الإلهية، المياه لا تلوثها، لما تلوث الخليج الآن كثير من المياه لوثت ولوثت بالنتيجة الحيوانات التي تعيش، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مختصر الكلام. زين، شلون الواحد يتعامل ويا البيئة الإنسانية أيضا؟ يعني أنا أفرض مثلا عندي أسرة، شلون أتعامل ويا أسرة؟ أتعامل يوم تعامل دكتاتوري على ما يقول ذاك، يقول الحجاج يسأل واحد من عماله وعليكم السلام، يقول له أنت إذا تدخل البيت وش الوضع؟ قال أنا إذا أدخل البيت كأنما على رؤوسهم الطير، إذا واحد قاعد يقوم ودواقف يقعد، يعني يغير الجو. وبالعكس يعني هناك شخص إذا يدخل
تحيط به أسرته، الكل فرح به، يسلمون عليه، قبلونه، قبلون أيادي، قبلون جبينة جمالا. يعني هذه شوف حالة له. يقول الحجاج هذا المجرم اللي يعني المستوى الأول من تعاملاته هو القتل والقطع الرؤوس، قال لي احنا لا حاجة لنا فيك. لا هالمستوى يعني إذا انت الشكل في أسرتك يعني ما تصلح لنا. زين جيد. أو مثلا ربما الحجاج يريد مستوى أعلى بعد في التعامل مع الأسرة، يعني سلطة، سلطة خاصة. زين. إذا واحد عنده لا سلطة أكبر كأن يكون حاكم، يقتل الناس، يهجم عليهم قبل الفجر بشوي، الحين بعد حتى في النهار قاموا يهجون، لأنه يعني انعدم كل مبدأ وكل قيمة. ربما شوي كانوا يستحيون سابقا شيء من الحياة عندهم فيهجمون بالليل، الآن بعد خلاص لاحظ يعني أسفروا عن وجههم القبيح تماما. لاحظ يهتك الأعراب، لاحظ يخدش الحياء، لاحظ يكذب، يتهم إن يعني هذه في الحقيقة التربية تريد توجد شخص، لا مو هالشكل يتعامل الناس، يريد توجد شخص كيف يدافع عن أمن الناس، يحفظ أمن الناس. لاحظ صلى الله على النبي وآله، النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه لذكره. يقول للمسلمين لما قرب رحيله ولحوقه بالله، قال لهم أي نبي وجدتموني فيكم؟ قالوا خير نبي يا رسول الله. قال ألم أضع حجر المجاعة على بطني؟ يقول لهم أنا كنت أجوع حتى تشبعوا، ملاحظ أشقى حتى تسعدوا. ألم أضع حجر المجاعة على بطني؟ ألم تشج جبهتي؟ ألم تكسر رباعيتي؟ ألم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبيعة اللي فعلا يريد أن يكون حاكما، أن يريد أن يكون قائدا للأمة، أن فعلا يضحي حتى تسعد الأمة. زين. فإذا أقول بأنه بشكل عام تعريف التربية هي عملية تكيف أو تكييف بين الإنسان وبين بيئتيه الطبيعية والاجتماعية. جيد. زين. عندهم عدة أقسام للتربية، مثلا تربية عقلية، يعني هناك عوامل تساهم في تربية العقل، شلون يفكر، شلون يستخدم منهج سليم في التفكير، كيف يصل إلى النتائج، التفكير الغلط شنو، هاي تربية عقلية. زين. هناك مثلا تربية بدنية، الجسم السليم في العقل السليم، كيف يعني يكون هذا الجسم سليما. الآن تربية بدنية مو شرط مثلا أن أكون لاعب أو شيء، لكن زين يعني المحافظة على البدن. جيد. مثلا هناك قسم من أقسام التربية، تربية جمالية، يربون البعد الجمالي عند الطفل وينمو معه، يعني مثلا بدل ما يستخدم إيده يستخدم الكلينكس مثلا. لاحظ وهذا شيء اكتسابي، الطفل خب لعله بطبيعته يستخدم إيده مثلا في تنظيف أنفه، لكن خب النتيجة هذه تربية ذوق وتربية جمال وتربية بعد من أبعاد الحس. لاحظ المرهف، وطبعا مطور هناك في ذيك العلوم، في ذيك الدول علم الاتيكيت يسمونه ما الى ذلك، حتى شلون يجود الخاشوق وشلون. الان ما اريد هاي المبالغه، لكن هناك مقدار مطلوب وهناك مقدار معقول. جيد. ان مثلا خب يعني يكون ما حواليه مرتب، ما حواليه نظيف، ما زين، تربية ذوقية أو تربية جمالية. المهم أقسام متعددة من التربية، مثلا تربية إدارية، أنه شلون يكون مدير،
أنت في كثير من الأوقات يعني تحاول تخلي ابنك يقوم مقامك، تعطيه بعض المهام، وهذا في ضمن التدريب والتربية على مستوى إداري وعلى مستوى تدبيري مدبر، تربية عقائدية، تربية نفسية، شلون واحد يواجه المشاكل ما ينهار، ملاحظ؟ وما إلى ذلك أصلاً، ربما عشرات الأقسام والآفاق من هذه الأقسام. يعني خلى الإخوة يراجعون علم التربية من العلوم الرائعة جداً، وتلك الدول وتلك الحضارات أيضاً أبدعت فيه. يعني إحنا انطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، نعترف بأن لهم، نعم إحنا نحتاج نفلتر بعض الأشياء التي جاءتنا من عندهم، و يعني الحكمة ضالة، إن وجدها أخذها، واطلبوا العلم ولو في السماء. هذا جانب، وهناك في الحقيقة واجد حكي في التربية، مثلا أقسام التربية على مستوى كيفية التربية، شلون إحنا نربي، هل نربي مثلا نقعد محاضرات بس، لو لا تربية ميدانية نجيبهم ونخليهم في الميدان، لاحظ، أما محاضرات دائما محاضرات خبرة. يعني أنا مثلا قد أتكلم سنوات عن الحلم، لكن متى أقدر أكون حليم؟ حينما أواجه بمواقف عملية تثير أعصابي. أخو في الوضع العادي أنا ما أغضب، لكن لما هناك وضع مثير يغضبني أقدر أكون حليما أم لا؟ فهناك مثلا حديث في التربية أنه تربية مقصودة، والله نقعد ومحاضرات ودروس ومناهج، لو لا التربية لا ميدانية، أنا أتحرك أروح السوق، لاحظ، هذه تربية ميدانية. أقدر هناك أنا قاعد في بيتنا ما عندي مشكلة، لاحظ، في التعامل مع الناس، لكن إذا رحت السوق وتعاملت مع الناس بعد ذلك أعرف أنه أنا فعلا أقدر أضبط مشاعري وأضبط انفعالاتي وأضبط مواقفي، لو ما أقدر. فإذا التربية تارة تكون ميدانية، تارة تكون نظرية، تارة تربية بالقدوة، عندي قدوة أمامي أشوفها تتحرك في هذا المجال، تفعل الفعل الفلاني. ولذلك مهم جدا احنا نكون قدوات لآبائنا. إجمالا آفاق كثيرة في التربية. بعد هذا خلنا ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني وهو معالم التربية القرآنية. أولا القرآن كتاب تربية، القرآن كتاب تربية، يعني الآية التي صدرت بها المجلس وهي قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم يعني يربيهم، لأن التزكية بمعنى الزيادة، وقلت قبل قليل التربية بمعنى الزيادة. الزكاة سميت زكاة لأنها تزيد في المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التزكية في بعض معانيها التطهير، لكن لأنه ذكرت الآية الطهارة، تطهرهم بعد تزكيهم يعني تنميهم. ليش؟ لأن واحدة من عوامل وآثار الزكاة أنه تزيد حالة الكرم عند الإنسان. إنسان قد يكون شوي بخيل، لما يتصدق 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 يكون كريما، فيتربى على مستوى الكرم، يزيد كرما. زين، فإذا القرآن الكريم كتاب تربية، كتاب تزكية، كتاب هداية، كتاب تنمية. ولذلك إحنا يمكن أن نبلور هذا المعنى، يعني أن القرآن الكريم كتاب تربية وكتاب تزكية، من خلال جهتين. الجهة الأولى نجي نشوف وش الموجود عند البشر. البشر مثلا يقولون عندنا تربية بدنية، مثلا نجي نسأل القرآن أنت عندك تربية بدنية لو ما عندك؟ هي عندي. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، زاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذا قاعد يمدح، يمدح تربية بدنية، تربية جسمية، لأنهم يريدون قائد.
يريدون قائد يقاتلون تحت قيادته، يقاتلون تحت إدارته. فقال لهم بأنه هذا جسم متناسب للحرب. أيضا قال الله تبارك وتعالى لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. افرض هاي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة على جميع المستويات، واحد منها القوى البدنية، القوى القتالية، وبلا شك تحتاج إلى قوة أبدان، تحتاج إلى تربية بدنية. زين، مثلا تجي تقول بأنه تعال خلنا نشوف هاي التربية الذوقية والتربية الجمالية. هاي القرآن من أوله إلى آخره تربية جمالية، يتحدث عن كثير من الأشياء المرهفة القرآن. مثلا يقول: واغضض من صوتك. تربية واضحة فيها بعد جمالي، يعني يقول خوي إذا أنت ما تحتاج تصارخ لا تصارخ، طبعا وقت الحاجة إلى الصراخ وما يخالف، لكن واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. هذه يقول حالات شاذة، يعني ينبغي أن يعيش الإنسان حالة من الإحساس المرهف. أفرض في هاي مسألة الصوت، مثلا في مسألة العلاقات والتعامل: فإذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم. سلموا على أنفسكم، سلموا على بعضكم. واحد داش بيته يقول سلم عليه. لا أنا ما أدري هالظاهرة دي موجودة لو موجودة، بس هو يستحب للإنسان أنه إذا دخل بيته أن يسلم على أهل بيته حتى لو توا طالع عنهم. هذا ذوق وبعد جمالي. مثلا قولوا للناس حسنا، هذا بعد جمالي. قولوا للناس حسنا يعني كل الناس، هذا من القوانين القرآنية. القرآن فيه قوانين عامة، قوانين كلية. قولوا للناس حسنا يعني كل الناس، الآن بغض النظر عن دينه عن اعتقاده، أنا كإنسان قرآني القرآن يريد أن يربيني، يقول لي مع جميع الناس قولوا للناس حسنا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي أفق من آفاق التربية أنت تتصور اطرحها على القرآن. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعرض الرأي على القرآن، أو اعرض الهوى على القرآن. ايش عندنا؟ خلينا نغربله ونفلتر نشوف القرآن وش يقول عنه، يقبله لو ما يقبله. تربية عقلية مثلا، بعد ما شاء الله القرآن كله تربية عقلية من أوله لآخره: تعالوا وتعقلوا، تفكروا، تأملوا، تدبروا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعلمون الآخر. زين، هذا جانب، يعني أننا إذا عرضنا ما عندنا نحن كبشر على القرآن سنجد آفاق واسعة. يعني الآن مثلا نفرض هناك عمل على مستوى تربية القدرة الحوارية، هناك يعني دورات في الحوار وفي فن الحوار. تعال شوف القرآن شلون عند أفق واسع وغزير جدا في علم الحوار، أنماط متعددة. أصلا القرآن ملاحم حوارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وياهم يطرح أعقد الإشكالات اللي هم ما يعرفونها أصلا. يعني بعض الإشكالات هم يطرحونها، بس بعض الإشكالات هم ما لا يهتدون إليها، يطرحها القرآن ويجاوب عليها. قل إن كنتم كذا فكذا، إن كذا. شوف هذه قل ما شاء الله في القرآن الكريم، هذه كلها ملاحم حوارية يسطرها القرآن الكريم. فلذلك واقعا من يعني
القرآن كتاب رائد في الحوار، في علم الحوار، في تربية الحوار، في حوارات أسرية كثيرة حتى على مستوى الأسرة، حوارات مجتمعية، آداب كثيرة في القرآن الكريم. وأنا أنصح الإخوة أنه العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف الجزء السادس عند بحث اسمه الأدب في القرآن، بحث راقي جدا، وبعدين يتطرق إلى أدب الأنبياء في القرآن، وبعدين هم أدبهم مع الله تبارك وتعالى شلون، يعني أدب مرهف. مثلا يقول عن أيوب، أيوب على رغم المصائب التي حلت به يقول ربي أني مسني الضر وأنت أرحم، يعني ما خرج عن هذا السمت من الأدب مع الله تبارك وتعالى. يقول له إذا تريد تكشف عني الضر فأنت أرحم الرحيم، ما تريد تكشف بعد أنت أرحم الرحيم، أنا أتيقن أنه أنا الذي فيه برحمتك. وأيوب إذ نادى ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم. أو مثلا النبي شلون إحساس مرهف عنده، يعني في نفسه شوي متأذي لأن اليهود عيروه باتباع قبلتهم، أذى النبي، قالوا هذا لو كان دينه وعقيدته صحيحا كان ما يتبع قبلتنا. فالنبي انزعج نفسيا، لكن ما اقترح على الله سبحانه وتعالى، بس أحسنتم، ظل يعني يقلب وجهه في السماء. ولعله هذا بعض العلماء يقول نوع من الأدعية السريعة الاستجابة، أنه الإنسان ما في نفس الشيء بس يقلب طرفه في السماء لا يقترح على الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. جيد، هذا أقول إذا إحنا نطرح ما عندنا على القرآن، بعد الأفق الآخر ما هو؟ نحن في أي آية من الآيات، في أي آية من الآيات نجد آفاق تربوية لا حصر لها ولا عد. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول آيات القرآن خزائن، فإذا قرأ أحدكم آية فلينظر ما فيها. يعني مثلا لما أجي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وتفسيرها واضح عندي، ما عندي مشكلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، إما للاستعانة إما للابتداء، اسم علامة المسمى، الله هو لفظ الجلالة للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والجلال والجمال، الرحمن صفة خاصة بمعنى عام، صفة خاصة يعني لا يسمى بها غير الله، لمعنى عام يعني تشمل الرحمة للمؤمن وللكافر والدنيا والآخرة، الرحيم وصف عام يعني يسمى به غير الله، بالمؤمنين رؤوف الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الوصف خاص بمعنى أن الله تبارك وتعالى خص هذه الرحمة بالمؤمنين أو خصهم بها في يوم القيامة. أخوانا هذا تفسيرها، لكن الأفق التربوي شنو اللي فيها؟ شنو تربي عندي؟ تربي أولا الرحمة، يعني لما أنا أتكلم عن الرحمن والرحيم بلا شك لابد أن أتمثل الرحمة، أنا أعيش الرحمة. زين، تربي عندي حالة من العشق والحب الإلهي، لأنه أنا دائما أبدأ بسم الله أو أستعين بالله، وهذه هالحالة الدائمية من الارتباط بالله تبارك وتعالى تربي حالة من العشق، حالة من الحب اللي مطلوبة هي. وهكذا أنت يعني تقف على أي قضية من القضايا تجد في حتى الحروف المقطعة، لها الحروف المقطعة اللي لعل البعض يقول بأنه لا نفهم معناها، على رغم ذلك نقول بأنها أيضا فيها بعد أبعاد تربوية. يعني شنو أبعاد تربوية؟ إذا ما نفهم معناها يعني شنو؟ يعني تربي عندنا روح التسليم لله تبارك وتعالى، لابد أن نسلم بأن هناك أمورا لا يمكن لنا فهمها إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته.
تربي روح تسليم عند الإنسان. ملاحظ؟ ولذا تشوف يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دائما كانوا يقرؤون القرآن ويطبقونه على واقعهم، يطبقونه على سلوكهم. لاحظ البارحة مثلا أنا لما نقلت عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، طبقها على الحسين، طبقها على الرضيع، طبقها على قتلى كربلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلا يقرأ الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول الإمام الصادق: إذا قام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فإنه يقتل ذراري 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 قتلت الحسين. أنا كنت أتأمل أقول ليش هذه الرواية أنه يقتل ذراري ذراري، وإذا هم هكذا كما نراهم الآن تماما كأسلافهم إلى قبل يومين قاصفين ضريح العقيلة روحي لها الفداء مقامها عفوا. لاحظ إلى الآن يعني هذه الحالة من الحقد، لماذا؟ اللي يعني ما الذي جناه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ضدكم؟ وآباؤكم قتلوا أهل البيت، أنت شنو؟ لكن نسجت لحومهم، جلودهم، قلوبهم على ذلك، ولذلك تجاهروا بكل شيء، تجاهروا. يعني الآن بعد تحدد المعسكر، ولذلك نفس القضية، يعني كما أن أولئك قطعوا الرؤوس وأخرجوا الأفئدة والقلوب، هؤلاء أيضا نفس الشيء، مو شيء جديد. يعني هؤلاء يسيرون على غب ما أسس المتقدمون، ولذلك سنوا تلك السنن. ومن ضمن السنن التي سنوها أنهم بعد قطع الرؤوس ورد الأجساد تركوا الأجساد على بوغاء كربلاء من غير دفن، وتبقى الأجساد 3 أيام على رمضاء كربلاء. يجون بنو أسد يريدون أن يتعرفوا، ما يتعرفون، كل الأجساد بلا رؤوس، فلذلك يبقون في حيرة من أمرهم بينما هم كذلك. وإذا بغبر من جهة الكوفة ظنوا أنها عين لابن زياد فتجنبوا الطريق، وقفوا على جانبه، وصل الإمام بأبي وأمي رحم الله أبو يوسف، يصور الحال يقول: طبع لي السجاد للعرصة ولقاها مزهرة، شافها تزهر من نور الأمجاد معطرة، وشاف جسم حسين واجساد العشيرة مضجعة بلا رؤوس لكنه بعلمه سلام الله، وشاف جمع من الخلق عند الجثث متجمعة، قال: شلكم يا خلق عدها الجثث المصرعة؟ قالوا: نتفرج عليها ودمدم عين جرى. الإمام بأبي وأمي أراد أن يطمئنهم، يسكن من روعهم، قال: لا تخافون، أنا ابن حسين جيت بوجعتي، قصدي أدفن والدي وأدفن أعمامي وأخوتي، يلا حفر قبور عني المرض نحل قوتي، خلوا دماهم غسلهم والجفن سافي الثرى. بعد بدأوا يحفرون حفر قبر حسين يمه، وقام محني الظهر: سعد الله قلبك سيدي يا زين العابدين. وضع يد تحت الظهر والثانية تحت الصدر،
لكن شوف الحالة هاي، صورها الملا رحمة الله عليه. هذه الحالة مقتبسة من رواية الإمام الباقر، يقول كان في جسد جدي الحسين 1000 ضربة وطعنة. قيل له يا ابن رسول الله هذا الجسد لا يتحمل هذا الكم الهائل من الطعنات والضربات؟ قال بلى، لقد كانت الضربة تقع على الضربة والطعنة على الطعنة. اللي صورها أبو يوسف يقول قام كل ما رفع جانب جانب الثاني يخر، جانب الثاني يخر. قال أبويا شلون أشيلك ولو صال مطشر، لا جفن يحصل يا أبويا ولا حنوط ولا غسل، نور عيني ولا عضو منك بالآخر، متصل ذاب قلبي بارية يلا احضروا لي بالعجل، نجمع وصالة ونركبها ونلفها ونقبرها. أعينونيها لكن في أمور أعانوها، لم جميع أعضاء أبوه اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسم، ما بقى غير الكريم على الرمح يبري الحرام، حطه بقبره لفه وظل يشم بمن. التفت إلى بني أسد ها، قال لهم دعوني فإن معي من يعينني على حمله. أنزل أباه في ملحودته، العادة جرت أننا نقبل جباه آبائنا رؤوس آبائنا بينما إمامنا زين العابدين. راح يقبل من حربيه الشريف وإذا بالصوت من المنحر، بني علي بني علي والسدر ضيعي إلى جنبي. دفن الأجساد وأخبر بني أسد، قال هذا قبر أبي الحسين عند قدميه، قبر أخي علي الأكبر على صدره، أخي عبد الله الرضيع ذاك قبر حبيب، ذاك قبر العباس، هذه حفرة دفنت فيها الأنصار، فإذا جاء الزائر فأخبروه بما أعلمتكم. ثم مضى إلى حيث تجتمع بنات النبوة، إلى حيث تلك الخريبة. استقبلته عمته يا ابن أخي أين كنت؟ قال عم زينب الآن رجعت من موارات والدي. قالت نور عيني إلى الآن أبوك لم يدفن. احتطن النسوة به، هذه تسأل عن عزيزها، تلك تسأل عن فقيدها. جاءت كل ولد جدته تسايل عن ابنها، ورملة تصب الدمع وتصيح بغبنها، العريس قل جنازته ياهو دفنها. بالله يا قلبي اشتحتمل من فجعة البه. بعد من جاء من ضمن من جاء يسأل؟ جاءته الرباب، عندها سؤالان، سؤال عن الحسين وسؤال عن الرضيع. وجدت الرباب تصيح قلبي من الحزن ذاب، الأرض نشدك يا الذي واريت لحمه عن نور عين حسين قبل تهيل لتراب، شلت النبل عنه ونزلت الجسد زه. بعد السؤال الآخر عن عبد الله الرضيع، يا حال شفت أجسادهم يا نور عين، قالها بعرق قالت أسألك عن جنيني، شفت بعينك قال بس لا تسأليني، وريت عبد الله الرضيع بحفرة تحسه، ما غسلوه ولا لفوه في كفنه،
يوم الطفوف ولا مدوا عليه رده عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح سافي ميزر. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه. اللهم ارحم شهداءنا وفك أسرانا واشف جرحانا ومرضانا تقم لنا ممن ظلمنا وأهلك عدوك وعدونا.